استمرار المعارك والضربات بين روسيا وأوكرانيا آخذ بالاتساع في ظل وصول الضربات الروسية للغرب الأوكراني والرد من الأخيرة بهجمات مضادة في سماء موسكو. حرب هي لا تتوقف، فيما البحث عن فرص تسوية كان محل نقاش خلال اجتماع جدة في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا. هناك حضر ممثلون عن أكثر من 40 دولة، أبرزهم الولايات المتحدة والعضوان في تحالف بريكس، الصين والهند. نقاط أدرجت وعرضت على الحاضرين تقترح خارطة طريق للسلام وتدعو لانسحاب الروسين كامل من أوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم. الآراء هنا تباينت والمواقف كذلك، وأفكار الحل وشكل التسوية. وبرز تصريح أمريكي بأن ممثلي بريكس بقوا على الحياد بشأن الحرب عكس المواقف الغربية المعروفة. في المقابل بدأ الرئيس زيلينسكي مرتاحا لما دار من نقاشات في جدة على الأقل في بعض جوانبها، ورأى أنها عززت موقف بلاده أوكرانيا. أما الغائب الحاضر أي روسيا، فكان رأيها بأن مقترحات السلام قد يكون لها فرصة للنجاح إذا تمت مشاركة طرفي النزاع، وهذا الذي لم يتحقق. إذن هي اجتماعات لا يقلل من أهميتها. وضعت الأزمة العسكرية في أوكرانيا على طاولة بحث أوسع، وفيها جرى الاتفاق بحسب بيان ختامي على مواصلة التشاور أملا في أرضية مشتركة تمهد للسلام. للمزيد أرحب بضيفي من الرياض سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا من موسكو الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكما أستاذ سليمان، أهلا بك. يعني نقطة وحيدة ربما هذا ما استطعنا أن نتابعه في البيان الختامي لاجتماعات جدة، مواصلة التشاور أملا في الوصول إلى أرضية مشتركة تمهد للسلام في أوكرانيا. هل هذه نستطيع أن نقول النتيجة الوحيدة التي خرج بها اجتماع جدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حييكم وحيي مشاهديكم الكرام. الواقع أنه المملكة العربية السعودية نجحت في تحييد مؤتمر جدة الذي كان يقصد منه أو يرمى من ورائه إلى تحشيد الدعم لأوكرانيا، ولكن الرياض الواقع حولت المؤتمر جدة إلى منصة محايدة للتفتيش عن سبل السلام، لأنه أي اصطفاف مع أحد الطرفي الصراع لن يؤدي إلى مشروع سلام ولا إلى وساطة ولا خارطة طريق. فلذلك المملكة نجحت في دعوة وحضور جميع أعضاء بريكس بما فيهم الصين التي كانت غائبة عن مؤتمر كوبنهاجن، والحضور تعدى 40، نحو 42 دولة ومنظمة دولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة، بينما كان مؤتمر كوبنهاجن أقل من 15 دولة، يعني الاتحاد الأوروبي كان ومجموعة السبع، وهي دول مؤيدة كانت لكييف. فمؤتمر جدة نجح في تطوير الفكرة من فكرة دعم لكييف ومبادرتها للسلام المكونة من 12 بند إلى منصة دولية يشبه تحالف للسلام محايد تقريباً، متنوع الآراء والاتجاهات. وبهذا أنا أعتقد أن الرياض جنبت نفسها أولا من
منزلقات التموضع في ظل هذا الاستقطاب السياسي الحاد بين الشرق والغرب، وأيضا فتحت نافذة محايدة لدول العالم المحايدة، ومنهم المملكة العربية السعودية والدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، من أجل التفتيش عن خارطة دولية للسلام. طبعا المؤتمر الحقيقة واجه مناقشات جريئة وشجاعة وصعبة، لأنه المؤتمر لم يكن مؤتمر الصوت الواحد كما كان في كوبنهاجن في يونيو الماضي، إنما مؤتمر متعدد الآراء متعدد الاتجاهات. حتى لو لم تحضر موسكو، الحقيقة نابع عنها أصدقائها وحلفائها، والحقيقة أني أرى موسكو في كل المناقشات كانت تقريبا موجودة، ولم يخرج المؤتمر بأي نتيجة تصطف مع كييف ضد موسكو أو مع موسكو ضد كييف. طيب، هذا نقاط كثيرة وعديدة أنقلها لك دكتور عمار قناة. موسكو كيف تابعت هذا الاجتماع؟ هل هناك ما تعلق عليه؟ وخاصة النقطة التي ذكرها الأستاذ سليمان العقيلي، لم تتحول تلك المنصة إلى منصة لحشد التأييد والدعم الكامل لأوكرانيا، وروسيا كانت حاضرة نابع عنها حلفاؤها، وبالتالي خرج الموقف أو حافظت على السعودية على موقف لا يفهم بأنه تصادمي أو يخرج عن الحياد فيما يتعلق بالدور الذي تسعى إليه وتقوم به. تحياتي لك أستاذ طارق ولضيفك الكريم. فيما يتعلق يعني في هذا المؤتمر وهذا اللقاء، يعني لا يمكن اعتباره بداية، يعني هي مسار يعني تفاوضي ولكنه تشاوري. المسألة فيما يتعلق يعني في موسكو هي تثمن يعني فيما يتعلق في السعودية كمنصة، يعني احتضنت جزء أو بدايات يعني للوصول أو لبدء يعني مفهوم الحل السياسي، لكن لا يمكننا الحديث يعني عن حلول أو نتائج يعني أو مخرجات من هذا اللقاء، وذلك لسبب يعني أساسي وهو منطقي، يعني وهو عدم وجود روسيا في هذا اللقاء أولا. ثانيا، يعني هناك نقطة يجب التنويه لها، وأنه عندما نتحدث عن هذا الصراع يعني يجب أن نعي تماما بأنها ليست يعني ما نشهده اليوم ليست هي حربا روسية أوكرانية، إنما هي يعني بامتياز يعني حرب جيوسياسية، صراع جيوسياسي ما بين يعني روسيا والمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة. نعم، يعني باستمرارا للقاء كوبنهاجن باستمراريته يعني بالتوافق وتأييد مبادرة أوكرانيا أو زيلينسكي التي هي يعني من 10 نقاط والتي لا تقترب كما أراها من المنطق يعني والواقع السياسي، لكن لغاية اليوم يعني هذه المخرجات لم تخرج للعلن يعني فيما يتعلق في مباحثات جدة، وهذا يعني يعتبر واحد يعني من الأدلة، لا أقول يعني النجاح أم عدم النجاح، لكن عدم التوافق يعني الكامل أو حتى الجزئي فيما يتعلق في الأزمة. نحن الآن في خضم معترك دولي يعني ترابطت فيه أو تداخلت الكثير من الملفات الدولية مع الملفات الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق يعني في الولايات المتحدة، فالتداخل هنا يأتي مع ملفات الانتخابات الرئاسية، وأيضا يعني موقف الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي في المنظومة السياسية الأمريكية. لكن يعني كخطوة ممكن يعني تثمينها يعني مرة أخرى، لكن يعني إذا أتينا إلى الواقع السياسي لا يمكن يعني الاعتماد يعني تماما على هذا المسار، وذلك للسبب الرئيسي أن فكرة يعني التفاوض السياسي لغاية اليوم هي لم تنضج لدى الولايات المتحدة، حتى وقد صرح عنها يعني جون كيربي قبل هذا اللقاء، فقال أنه لا نتوقع يعني أن ستكون هناك نتائج، لأن المسألة يعني أو تبني فكرة استمرارية يعني الصراع العسكري لدى الولايات المتحدة هو واقع، وأن هناك
تكتيكية للولايات المتحدة من استمرارية يعني هذا الصراع العسكري الجزئي لعدم وجود خيارات سياسية حقيقية يمكن يعني طرحها كمبادرة سلام، ومنها يعني ننطلق إلى مفهوم يعني المعادلة الدولية والتوجه إلى النظام الدولي الجديد من خلال تعددية القطبية. فلذلك نحن الآن أمام يعني مسار آخر، نرى أولا يعني التعثر والفشل في الهجوم المضاد الأوكراني والذي عول عليه من قبل يعني المنظومة الغربية والولايات المتحدة، عول عليه سياسيا ودعم عسكريا وروج له إعلاميا يعني كثيرا. لكن يعني بعد هذا الفشل انتقلنا إلى مرحلة أخرى، وهي مسألة يعني إظهار شبه جزيرة القرم أو البحر الأسود إلى المشهد الإعلامي، وبأنها يعني رسائل من خلال الدرونات والطائرات المسيرة والزوارق الانتحارية بأن أوكرانيا مستمرة في المقاومة، وذلك يعني رسائل للمجتمع الغربي لاستمرارية يعني استمرارية الدعم. كله يأتي في ظل يعني تعالي الأصوات في المنظومة الغربية وحتى في الداخل الأمريكي الرسمي والشعبي بأنه يعني لا يوجد معنى للاستمرارية وفقدان يعني معنى مصطلح الذي روجوه كثيرا الدعم اللامتناهي لأوكرانيا. فاليوم نحن أمام منعطف يعني ممكن القول يعني آخر في هذا الصراع، والصراع مرة أخرى أقول هو ليس روسيا أوكرانيا بل هو روسيا يعني غربيا بامتياز. طيب هنا دكتور سليمان، يعني هذا الحديث يتكرر بأن المواجهة ليس بين دولتين بل المواجهة بين روسيا وأوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها بقوة كالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي. لا يعقد ذلك ربما من مساعي السعودية، وخاصة الملاحظة التي أبداها دكتور عمار بأن وبعض المسؤولين الروسيين ربما كان من الأجدى والأجدر بالمملكة العربية السعودية توجيه الدعوة كذلك إلى روسيا، ولا ندري ما هي الحكمة أو الفكرة وراء عدم توجيه الدعوة لها؟ أصلاً هذا المؤتمر الذي عقد لأول مرة في كوبنهاجن في يونيو الماضي هو عقد استجابة لدعوة أوكرانية من أجل دعم المبادرة الأوكرانية للسلام المكونة من 10 نقاط، ولذا لم تدع روسيا للمؤتمر الأول النسخة الأولى، ولكن دعيت الصين أيضا، دعيت الصين وقريبا من موسكو، والصين لم تستجب للدعوة لمخاوفها من أن يكون المؤتمر يعني حملة علاقات عامة أمريكية للاصطفاف مع أوكرانيا. اللي حصل في جدة الحقيقة صحيح أنه ما دعيت روسيا بناء على الرتم الذي تأسس في كوبنهاجن، لكنه المملكة دعت جميع حلفاء موسكو وأصدقاء، وبهذا حققت المملكة توازن في المؤتمر تصدى للضغوطات الأمريكية التي كانت تريد من المؤتمر أن يكون يعني حليفا لكييف، وبهذا خرجت المملكة من هذا المأزق بهذا الحضور المتنوع والمتعدد الاتجاهات والتيارات، وحضور دولة قوية مثل الصين ساعد على وجود توازن في المؤتمر، توازن دولي وليس أقليمي، كما حضرت الأردن ومصر وتركيا وطبعا الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل من البريكس. وما في شك والدول الخليجية تقريبا كلها. فاللي حصل إنه الدول إنه اجتماع جدة تغلب فيها الصوت المحايد على الصوت المتطرف أو على الصوت الواحد، فأصبح مؤتمر تعددي متنوع الاتجاهات والآراء، أصبح هدفه هو السلام الحقيقي
وليس الاصطفاف مع التوجهات الأمريكية أو التحالف مع كييف ضد موسكو، لأنه مثل هذه الاصطفافات لن تحقق السلام ولن أيضا تكسب منها كييف شيئا، يعني سوى مكاسب سياسية يعني قليلة. لكنه اليوم المؤتمر جدة أرسل رسالة مهمة جدا لموسكو، أن منصة جدة ليست ضد روسيا، وأنها بالفعل ثبتت موقعها كمنصة سلام أو كمنصة لتحالف دولي للسلام. من الممكن أن يعقد نسخة ثالثة من منصة جدة من أجل التشاور وبلورة الأفكار. صحيح أنه الأزمة الأوكرانية معقدة وما في شك أنها لها تشابك وتعقيدات دولية وصراع حول النظام الدولي الجديد، ونحن ندرك ذلك، وما في شك أن المملكة على فهم عميق لهذه التعقيدات، ولذلك حرصت المملكة على وجود توازن في المؤتمر، وحرصت أن تحضر جميع الآراء. وأنا أعتقد أنه لن تصدر أي خارطة طريق أو مبادرة إلا بالتفاهم مع موسكو، والمملكة وعدت موسكو بإطلاعها على مناقشات المؤتمر وما توصل له، وكأنها حاضر. طيب قبل أن أختم أسألك دكتور عمار، مشاركة الصين في اجتماعات جدة أو منصة جدة، هل يشعر روسيا بالاطمئنان بأنها تتحدث بالنيابة عن روسيا؟ هي تعلم علم اليقين الموقف الروسي فيما يتعلق بالتسوية، أم أنه قد يشير ربما لتغيير محتمل في موقف الصين من هذه الحرب، ليس بالضرورة ذلك التغيير الكبير؟ مما لا شك فيه حضور الصين يعني يعتبر جزءا مهما ايضا لروسيا، وفيما يتعلق يعني في تغيير وجهة نظر هذه المسألة مستبعدة. لا ننسى أستاذ طارق أن يعني الصين قد تقدمت بمبادرة يعني للسلام يعني قبل فترة من 12 يعني نقطة، وممكن النظر إليها بتمعن يعني بهذه النقاط، وهي ليست فقط يعني لحل الأزمة بين قوسين الروسية الأوكرانية، لكنها بمثابة آلية ووسيلة للانتقال يعني السلس بالعالم إلى النظام الدولي الجديد المتعدد القطبية. ثمنت يعني روسيا والتواجد الصين، ولكنها ليست يعني لا يمكن القول يعني أن الصين هي كانت بالنيابة يعني عن روسيا أو الهند أو حتى جنوب أفريقيا. هناك يعني أيضا يعني مسألة مهمة لا يجب يعني أن نتغاضى عنها، بأن هذه الأزمة هي ليست وليدة يعني الحاضر، وليست منذ يعني 24 من شباط من العام الماضي. المسألة هي متعلقة بمفهوم يعني عدم تجزئة الأمن بالضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا من الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. اختزال الأزمة اليوم يعني الدولية بالمشهد العسكري الأوكراني أعتقد أنه يقترب يعني من الخطر. نحن أمام معادلات دولية تتشكل، العالم ينتقل من العولمة إلى الأقلمة، إلى يعني التآلفات أو الاتحاد أو الائتلافات الجيوسياسية الإقليمية، وهذه المسألة أيضا هي يعني تصب أو تتوافق أيضا مع الطرح الروسي. روسيا منفتحة على الحوار على التفاوض، لكن هناك أيضا نقطة مهمة يجب لا نتناساها يعني، بأن هناك مرسوم جمهوري أوكراني وقع من قبل الرئيس زيلينسكي بعدم التفاوض مع روسيا بوجود الرئيس بوتين. لا تدري، لكن الأمور قد تتغير. دكتور عمار أعذرني سأكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد داهمنا. من موسكو عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، وضيفي من الرياض سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما.